زي ما حضراتكم شايفين ادي الكراسي في الخلفية. طبعا العربية 7 راكب كل عارف، طبعا هي كهربا، تطلع الكرسي بيطلع بالكهربا او بينزل تاني. وهنا في الساوند سيستم الخاص بالعربية طبعا زي ما قلنا بوز. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. كل الناس اللي ما اشتركتش في القناة تدوس علامة اشتراك علشان يجيلها كل جديد، واللي محتاج اي حاجة في العربيات يكلمنا على 011-465-3036. شكرا ليكم والسلام عليكم.